السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائنا وأحبابنا مشاهدي قناة سعودي أوتو، يا هلا وسهلا، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مع حلقة جديدة من برنامجكم حكاية سيارة. حكاية اليوم عن اسم غالي ومحل ثقة كبيرة في السوق السعودي من أكثر من 30 سنة، ولما نذكر الاسم هذا فبيعني لينا جميعا الفخامة والتطور ومتعة الأداء والثقة اللي ما لها حدود. اليوم حنتكلم عن حكاية لكسس وكيف بدأت. حكاية سيارة، ملايين المشاهدات تدفعنا للأمام. حكاية لكسس يا إخواني ليها أكيد جذور. دفعت شركة تايوتا إن يكون داخلها أو ينتمي إليها قسم للسيارات الفاخرة عالية التطور. والبداية عن شركة تايوتا اليابانية إنها فكرت يكون عندها قسم مستقل ومتخصص ينتج سيارات متطورة وفاخرة. وفعلا في شهر أغسطس عام 1983 تم اجتماع سري في اليابان بحضور رئيس مجلس إدارة تايوتا الدكتور إيجي تيودا مع فريق من المدراء التنفيذيين والمهندسين والمصممين كمان. وهنا وجه لهم تيودا سؤال واحد: هل ممكن أن تايوتا تنتج سيارة فاخرة تتحدى أفضل السيارات الفاخرة الموجودة في العالم؟ والسؤال هذا يا إخواني كان ضربة البداية لانطلاق المشروع السري اللي أطلقت عليه تايوتا اسم F1. وفي مايو عام 1987، يعني بعد 4 سنوات من الاجتماع هذا، تم تصنيع أكثر من 400 سيارة نموذجية، وتم اختبار 100 سيارة في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا كمان. وقطعت السيارة هذه النموذجية في هداك الوقت أثناء اختبارها أكثر من 4.3 مليون كيلومتر، يعني 4,300,000 كيلومتر، واستقر الرأي النهائي على اعتماد نموذج LS. وفي عام 1988 تم اختيار اسم العلامة التجارية لكسس اللي بيعني الفخامة والتكنولوجيا المتطورة. وأصبحت شركة لكسس بتمثل القسم الفاخر داخل كيان تايوتا، وشارك في صناعة السيارة هذه أكثر من 1400 مهندس و2300 فني و60 مصمم و24 فريق هندسي. وبعد سنة يعني عام 1989 تم إطلاق أول سيارة لكسس باسم LS400، واللي بتضم مئات من براءات الاختراع الجديدة مع معايير متقدمة جدا للجودة والقيمة. وباعت لكسس من هذا الطراز أكثر من 3000 سيارة في الشهر الأول من تدشينها. وبتقول التقارير أنه تايوتا أنفقت $1 مليار لحد ما ظهرت أول لكسس للنور. وفي عام 1990 يا إخواني وصلت لكسس لأول مرة للأسواق الأوروبية. وفي نفس العام طلع الطراز الثاني من لكسس، وهي السيارة السيدان الفاخرة ES. وفي معرض فرانكفورت للسيارات عام 1993 كشفت لكسس عن الطراز GS300 في أوروبا. وفي العام 1995 تم إطلاق الجيل الثاني من LS400. وقبل ما نكمل حكاية لكسس رمز الفخامة والتطور والخصوصية الشديدة، تعالوا نشوف الطرازات الأولى من لكسس من أول LS لحد ES، ونتذكر مع بعض أكيد أشياء كثيرة. حكاية سيارة، أول نافذة عربية تحكي تاريخ الصناعة. Thank you.
يا هلا وسهلا بالمشاهدين والمشاهدات، أحبابنا وأصدقائنا، ونكمل معاكم حكاية لكسس. ودارت العجلة يا إخواني بسرعة، وفي عام 1997 كان في تحول نوعي كبير بظهور السيارة بريوس، اللي كانت أول سيارة هجين هايبريد تم تقديمها للعالم عام 2001. والسيارة هذه تيجي زي ما أنتوا تعرفوا بمحركين، المحرك الأول بنزين والثاني كهرباء، وبتضم كمان بطارية ليثيوم آيون عشان تخزن الطاقة وقت عمل المحرك البنزين، واللي بيتم استخدامها لما يتوقف محرك الطاقة العادي، وهذا طبعا بيوفر في استهلاك الوقود وبيقلل من التلوث البيئي. وللمرة الأولى يا إخواني، ونتيجة النجاح الكبير لعلامة لكسس وثقة العملاء فيها، خلاها العلامة رقم واحد في المبيعات عام 1998، وتفوقت على ماركات أمريكية مشهورة مثل كادلاك ولينكون، وصارت LS 400 أول سيارة في العالم مزودة بنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية وبشكل قياسي. وفي نفس العام 1998 دشنت لكسس الطراز RX 300، وبعد سنة وفي عام 1999 ظهرت السيدان الرياضية المدمجة IS 200، وهي أول طراز لكسس بيتم تطويره مخصوص للسوق الأوروبية. والطراز هذا كان مليان بأحدث وأهم الابتكارات، زي دواسات القيادة المصنوعة من الألمنيوم، وأضواء خلفية LED واللي تم استخدامها لأول مرة. وبعد تقديم السيارة الهجينة بريوس عام 1997، زي ما قلنا حنلقى لكسس كشفت في عام 2005 عن أول سيارة هجينة فاخرة في العالم، وهي السيارة الكروس أوفر RX 400H، واللي ما بتحتاج إعادة شحن مع نظام لكسس هايبريد درايف، لأنه بيتم توليد الكهرباء من المحرك مباشرة أثناء القيادة أو عند الفرامل أو التباطؤ. وتميزت الكروس أوفر هذه اللي هي RX 400H بشبك أمامي مختلف، وأضواء ضباب دائرية، وأضواء خلفية LED بتصميم جديد ومختلف. وفي عام 2007 أضافت لكسس للسيارة الشارات الهجينية في الأبواب الجانبية الخلفية. أظن أنه نحن كلنا نحب نشوف بعض مشاهد للسيارات الهجينة بريوس ولكسس الكروس أوفر اللي هي RX 400H. حكايات جديدة عن أهم السيارات وأكبر الشركات. كل التحية لأحبابنا وأصدقائنا من مشاهدي قناة سعودي أوتو وبرنامج حكاية سيارة. والحين وصلنا مع حكاية لكسس لعام 2006، لما اندشنت السيارة الهجينة GS 450H، وصارت أول سيارة هجينة فاخرة بدفع خلفي، وكانت بتتميز بمحرك 6 سلندر سعته 3.5 لترات، ومزودة بمحركين كهربائيين وناقل الحركة المتغير باستمرار اللي هو CVT. واستفادت مجموعة نقل الحركة في السيارة هذه من نظام اللي هو لكسس هايبريد درايف لدمج المحركات الكهربائية والبنزين، واللي خلى GS 450H منخفضة جدا في انبعاثاتها، وهذا جعل منها سيارة نظيفة جدا. واستمرت لكسس في تطوير محركات الهجين، وفي عام 2008 قدمت الجيل الثاني من محركات الهجين. وفي العام 2010 يا إخواني أعلنت شركة عبداللطيف جميل عن وصول السيارة LS 600H لأسواقنا هنا في السعودية، وبكده صارت أول سيارة هجين فاخرة بيتم إطلاقها في أسواق المملكة العربية السعودية، وهي اللي مهدت فعلا لاكتساح سيارات الهايبريد من لكسس
في أسواق. أما الجيل الثالث من محركات لكسس الهجين فظهرت عام 2013 وكانت بتتميز بالكفاءة العالية في استهلاك الوقود، وكشفت في نفس الوقت عن السيارة السيدان ES300H، وهي سيارة سيدان فاخرة بتعمل مع محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر بيولد قوة 200 حصان. وبالمناسبة موديل 2022 من ES300H حصل على تحديثات منتصف العمر. والحين نخرج لفاصل نتفرج خلاله على سيارات لكسس الهجين الفاخرة وعلى أجيال محركات الهجين بسيارات لكسس. حكاية سيارة، ملايين المشاهدات تدفعنا للأمام. ومن جديد برحب بأحباب وأصدقاء قناة سعودي أوتو وبرنامج حكاية سيارة. وصلنا لعام 2014 لما انكشفت لكسس رسميا عن الجيل الأول من السيارة الكروس أوفر المدمجة لكسس NX، وهي أصغر من لكسس RX وتوفرت بثلاثة فئات. الطراز الأول NX200 واللي يعمل بمحرك تنفس طبيعي، والثاني NX200T واللي تيجي مع محرك تربو، والفئة الثالثة هجين وهي السيارة NX300H واللي بتعمل بمحركين بنزين ومحرك كهربائي. ومع الوجود القوي جدا لسيارات لكسس هايبريد بأسواق المملكة، احتفلت شركة عبداللطيف جميل عام 2020 بمرور 10 سنوات على إطلاق أول سيارة هايبريد في السوق السعودي. الجيل الرابع من محركات الهجين حق سيارات لكسس هايبريد هو الموجود الحين، وبيطلق عليه نظام الهجين متعدد المراحل. وطبعا يا إخواني قدرت لكسس إنها تجعل سيارات الهايبريد مصدر قوة كبيرة لعلامتها التجارية. وبعد ما كشفت عن أول سيارة هجين عام 2005 رفعت العدد الحين إلى 10 سيارات خلال 17 سنة. وصلت مبيعاتها من سيارات الهجين 2 مليون سيارة تقريبا. ويمكن البعض يسأل كيف قدرت لكسس تتفوق على منافسيها وخصوصا في فئة السيارات الهجين أو الهايبريد. والحقيقة أنه سر التفوق هذا لسيارات لكسس الهجين كان وراء مراكز بحوث وتطوير وإمكانيات هائلة من أجل الابتكار والتميز. ويكفي أنه نعرف أنه شركة لكسس بتملك أول مصنع متخصص لتصنيع المحركات الهجينة في كوكوكورا في اليابان، وبيعتبر أول مصنع في العالم مخصص لإنتاج المحركات الهايبريد أو الهجين. حكاية سيارة، ملايين المشاهدات تدفعنا للأمام. وصلنا معاكم أحبائنا المشاهدين لختام حكاية لكسس، علامة الفخامة واللي خلال 30 عام قدرت تغير معايير وقوانين الفخامة في عالم السيارات. ومش مبالغة لو قلت إنه لكسس حالة تفوق خاصة وطعم ماله شبيه لمعنى الفخامة والترف ومتعة الأداء. لكسس يا إخواني حكاية طموح وجدارة وتاريخ من عبقرية المهارة. لكسس يا إخواني صارت سفيرة عالمية للابتكار، نموذج فريد صعب التكرار. والتقيكم في حلقة جديدة من حكايات السيارات، لكم مني كل محبة واحترام. ومثل ما قلت في الختام ما بقي إلا طيب الكلام، نختم في جلستنا هذه بعذب الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.